الحظ. صباح الفل عتوينس الكل، يا رب نهار الخير السعد على كل الأبراج الفلكية. تتبدل حظوظ الأبراج الهوائية مع انتقال الزهرة البرج الدلو، القمر راهو موجود في الجوزاء، راهي أجواء أكثر من ممتازة، راكم تعيشوا استقرار. الحظ زاد يرافق كل الأبراج النارية ومن أهمهم برج الحمل. بداية العام أجواء حلوة، وهالحظ الكبير يرافقك من الآخر الشهر جانفي. الثور عنده اتصال مهني نجم يغير بعض المعطيات، ممكن فما خدمة جديدة في الأفق. والجوزاء راهم 3 أيام من ذهب مع وجود القمر في برجك، الفرص موجودة والربح في الجيب. أي سرطان طاقة حيوية، أجواء أكثر من ممتازة، راك تعيش انتصار مهني تتغلب زيادة على بعض العراقيل، ومن الأسبوع القديم راو عندك جديد. والأسد تعيش أحلى لحظات حياتك وين تتحرر من أعباء رفقة حياتك العاطفية، تتخلص من مشاكل قديمة وصفحة جديدة تبشر بالحب الكبير. إيه العذراء، حاول تنسى الماضي، ما تخممش برشا، رو فما برشا حاجات حلوة في حياتك، عليش تركز كان على السلبيات، صفحة ورد بالك لتعود تحلها يفضلك ويخليك. نتعدي ونحن للميزان، عنده إنجازات مهمة، فما شراكة مالية يا ميزان باش تكون في المستقبل القريب، راهو نهاير الفلوس والعلاقات المهنية الجيدة. إلى عقرب، اتصالات ناجحة، عندك استقرار والمستقبل يوعدك بسفرة مهنية واستقرار في بلاد بعيدة. والقوس تتعزز العلاقات وتصفى القلوب، راهو عندك مصالحة مع الحبيب وترجع مكانتك الطبيعية، راك تعيش الفرحة، عندك مفاجآت يا قوس، وإن شاء الله يا ربي تتحل قدامك آفاق مهنية وعاطفية واسعة. والجدي تتخلص زيادة من بعض القيود وتعيش راحة نفسية وتحقق بعض الأهداف شخصية. هيت نمشيو للدلو، عنده أخبار سارة، فما راحة بعد تعب كبير، والأيامات الداخلة راهو يتبسم لك الأقدار، تتغير الأحوال وتتخطى كل المصاعب. ونختموا مع برج الحوت، أخبار حلوة، تطورات هامة، فما انفراج فرحة سعادة بالرغم الصعوبات اللي رافقت حياتك المهنية.